وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأري مانجوتشي ملاوي. And I'm here in one of the big Islamic centers. I'm standing next to this tree, which you call it Tabaldi tree, which is one of the trees which can grow up to 400-500 years. You can see how small I am compared to the trunk of the tree. أنا هنا في مدينة اسمها مدينة مانجوتشي في ملاوي في مركز إسلامي هنا هو. وأنا جاي أتصور مخصوص جنب الشجرة دي اللي هي بنسميها شجرة التبلدي، ودي بتقف من الأشجار المعمرة اللي ممكن تعيش مدة 400 سنة أو 500 سنة، واللي بنشوفها دايما في الكتب وفي الأفلام القديمة. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لها فاكهة إذا بيعملوا منها مشروب في السودان. It has a fruit that actually we have a drink out of it in Sudan. So from Mangochi, Malawi, Tabaldi tree in here. من Mangochi, Malawi, شجرة التبلدي موجودة. رمضان كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.